شعار ردة أمل للبنان، واليوم اللي عم نشوفه هو قوة الرياضة وإمكانية الرياضة إنه تجمعنا تحت هالشعار اللي بده يرجع وعم بيرجع النبض لقلب بيروت. عن جد أنه نحن نتوحد ونركض كلياتنا إيد واحدة بلبنان شيء كتير حلو، خاصة بالظروف اللي عم نمرق فيها، إن كانت ظروف اقتصادية أو سياسية أو شو ما كانت. الماراثون كتير حلو، الأجواء كتير حلوة، هيدا لبنان اللي بنعرفه، رجعت الأجواء الحلوة لبيروت. كنا بنتمنى إنه العدائين الأجانب يجوا يركضوا معنا، أشقائنا العرب يجوا يركضوا معنا. أبطال في المنافسة 22.